كل مرة وحين الماما أفريقيا في ضيافة الجزائر وحضنها الذي لطالما التجأ إليه الأفارقة في كل المناحي. بعد أيام قليلة مرت على دورة كأس أمم إفريقيا للمحليين، دورة كانت الطبعة الأكثر نجاحاً وإبهاراً على كل الأصعدة. الشان في الجزائر كان بمستوى تجاوز دورات سابقة للكان فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وتسويقياً. السانحة هذه المرة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة وبنفس الاهتمام والجدية بحضور أفضل منتخبات القارة في هذا الصنف العمري كالكاميرون ومالي وغامبيا المتوجون باللقب مرتين تاريخيا، ولأول مرة المشاركون في الدورة وصل عددهم إلى 12 منتخبا بعد أن كان العدد 8 فقط، يوزعون على 3 مجموعات في 3 مدن: عنابة، قسنطينة والعاصمة، بملاعب رائعة تتقدمها التحفة العالمية التي تحمل اسم أحد رموز القارة السمراء ونضالات الإنسانية نيلسون مانديلا لبراقي، بالإضافة إلى ما يصاحب المنافسة من نشاطات ثقافية وسياحية وترفيهية ستكون متاحة للوفود والضيوف. وذات كل مرة ومهما كان حجم المنافسة، الجزائر على موعد مع الإبهار كما فعلت تماما في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران صائفة العام الماضي وبطولة العرب للناشئين غير بعيد وبعدهما الشان. الجزائر في الموعد دائما وأبدا ومستعدة جدا لهذه الدورة الإفريقية لصغار القارة وكبارها مستقبلا عبر كان 2025 وللألعاب العربية قريباً.